لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة التي تعيشها محافظة نينوى مدينة الموصل، ينضم إلينا الأستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، ينضم معنا عبر سكايب من فيينا. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. يعني مدينة الموصل مقطعة الأوصال، جثث تحت الأنقاض منذ 3 سنوات، عدم إعادة الإعمار، لماذا تواجه الموصل تحديدا هذه المعاملة من الحكومة في العراق؟ تحياتي لك أخي الفاضل وتحياتي لكل متابعيكم ومشاهديكم الكرام في كل مكان. نعم، الموصل دائما ما تكون مستهدفة، الموصل دائما تلك العقدة التي تمثلها للفكر الصفوي، العقدة التي تمثلها للحكومات المتعاقبة بعد 2003. مدينة الموصل التي انطلقت منها حملات رد الحملات الصليبية في القدس وفي الشام، الموصل التي شهدت كسر هيبة إيران عندما حاصرها نادر شاه، الموصل التي شاركت في كل أبنائها شاركوا في كل حروب التحرير العربية وفي حرب القادسية أيضا الثانية. لذلك هناك عقدة إيرانية تجاه مدينة الموصل، ولذلك ما غالبا ما تسلط ميليشياتها وأحزابها والمنبطحين من مكونات الأخرى لإيران من أجل ديمومة تخريب مدينة الموصل والعمل على تهجير أهلها وقتل ناسها. وشاهدنا بأم العين كيف تخلت فرق عسكرية عن هذه المدينة أمام حفنة من المقاتلين الإرهابيين في مدينة الموصل عام 2014 ليتم استهداف هذه المدينة بالقصف، حتى بدأ عمليات ما تسمى التحرير وهو تدمير المدينة، وهذا ما شاهدناه بأم العين. ولذلك نجد أن عشرات الآلاف من الجثث ما زالت مفقودين في مقابر جماعية، أكثر من 85 مقبرة، وشاهدنا كيف تدمرت المدينة القديمة، بالأخص هذه المدينة التي بقيت عصية على كل الغزوات فهي تمثل تاريخ أمة، ولذلك تتكالب عليها هذه العقليات المريضة. طيب أستاذ زياد، منظمة الثلوج وبقية المناطق والمدن الأخرى، نعم، منظمة الهجرة الدولية تقول إن تهم الإرهاب تلتصق بعائلات النازحين من غير أدلة حقيقية، لماذا تهمة الإرهاب حاضرة حتى الآن رغم انتهاء العمليات العسكرية لأهالي الموصل؟ قانون 1-4 إرهاب هو قانون سنه المجرم الأول في العراق الإرهابي نوري المالكي، وهو قانون 1-4 سنة يسمى، فكل متهم، كل شخص سني عربي متهم بهذا القانون بطريقة أو بأخرى حتى يثبت براءته. أنا اليوم أتحدث وأنتقد هذه الحكومة، إذا أنا إرهابي. كل وسيلة إعلام، كل شخص، كل مناهض، كل إنسان حقوقي، كل إنسان حر يتطرق إلى ما قامت به الحكومات الدعوة أو الحكومات الميليشيات المتعاقبة في داخل العراق هو يتهم بالإرهاب. هناك فساد مستشري، هناك اعتقال، هناك تنكيل، هناك سوء خدمات، كل هذه الأمور عندما تذكرها إذا نحن إرهابيون بطريقة أو بأخرى. علينا أن نتحمل كل ذلك الظلم والحيث الذي وقع في كثير من المناطق، وليس فقط في مدينة الموصل لكن في كثير من المناطق والمحافظات العراقية. شاهدنا ما حدث في تكريت وفي ديجي وفي فلوجة وفي الرمادي وكثير من المناطق الأخرى العراقية لا زالت مدمرة لحد الآن، وهذا ما الحقيقة جعل الناس تمتعض من أداء الحكومات المتعاقبة، والتي يبدو أن حكومة السيد الكاظمي لا تختلف عن تلك الحكومات التي دأبت على تدمير وتهجير. طيب أستاذ زياد، في بيان لمرصد أفاد الحقوقي كشف عن أن موازنة العام 2021 التي تبحث الآن تخلو من أي تخصيصات مالية لتعويض المتضررين في المحافظات المنكوبة ومنها الموصل، بماذا تفسر ذلك؟ هو ما ذكرته قبل قليل، هو الإجحاف. الحقيقة ليست الموصل فقط، فالمحافظات الأخرى أيضا لم تخصص لها أموال، فميزانية 2021 كانت حريصة على تعويض بعض الفلاحين في نيسان نتيجة السيول أو البزل، وبعض الأشخاص في الإقليم كردستان العراق، ولكنهم لا يريدون أن يعوضون أصحاب المنازل المدمرة والبيوت. سأعطيكم أرقام، بعض الحقيقة الإحصائيات والأرقام
التي نشرها مرصد أفاد والذي أمثله أنا كمتحدث رسمي. لدينا 200 ألف منزل متضرر من هذه الأعمال التي جرت الإرهابية من قبل الحكومة أو القصف العشوائي أو من قبل ميليشيات داعش الإرهابية. 90 ألف منها دمر بالكامل. لدينا 65 ألف محل تجاري دمر بالكامل. لدينا 5000 مصنع ومعمل وورشة، أكثر من 1415 معمل ومصنع دمر بالكامل، يعني حوالي ثلث. لدينا 75 ألف هكتار أهمل ودمرت معداته الزراعية، وخاصة الكل يعرف بأن نينوى هي سلة خبز العراق. فالحقيقة ما تعرض له أبناء مناطق الغربية وشمال العراق، موصل، أنبار، سكريت، يعني صلاح الدين وكركوك وحزام بغداد أيضا، عمليات أقل ما يقال عنها أنها إرهابية. واليوم موازنة 21 لا تتضمن أي فقرات تساعد هؤلاء الأشخاص الذين قدموا معاملات تعويض ودققت هذه المعاملات واكتملت قسم قليل جدا مرر عبر بعض السياسيين المنبطحين، والقسم الأكبر من هذه المعاملات ركن في الدوائر المختصة والشعب المختصة لم يمرر لحد الآن. وعلى أمل أن تكون سنة 2021 تتضمن فقرات لتعويض أهالي المناطق المدمرة، ولكن للأسف الشديد كما توقعنا أن حكومة القاضين لن تختلف عن الحكومات السابقة ولا تخصص الأموال. طيب أستاذ زياد، ماذا عن يعني هناك أنباء يعني لم يتوقف الأمر على منع التعويضات والتباطؤ في عالة العمار فقط مثل ما يعني تفضلتم، ولكن بحسب نائب عن نينوى نقل أن جهات متنفذة يعني تقوم بتقسيم أرض لتعود لمستوصف حكومي ولتوزعه بعد ذلك، توزع هذه الأراضي. ما الهدف من هكذا إجراء من وجهة نظرك؟ هو شعبوية، هو عشوائية من أجل يعني تخريب هذه المدن. استحالة العيش هو ما تسعى إليه تلك الأحزاب وتلك الميليشيات. يعني عندما مستوصف يباع أو يزور أو ولياته فهذه كارثة. عندما لدينا شارع رئيسي في قلب مدينة الموصل يباع فهذه كارثة. هو عبر أشخاص متنفذين لديهم ارتباطات مع ميليشيات معينة. لذلك هناك فضائح كثيرة، هناك للأسف الشديد بعض القضاة للأسف الشديد أيضا متورطين بهذه المسألة. لدينا شخصيات بالإدارة المحلية، هناك مسؤول أخو المسؤول أخذ، ابن المسؤول أخذ، نسيب المسؤول أخذ، مدير مكتب المسؤول أخذ، وكل ذلك بمحاضر رسمية ولدينا نسخ من هذه الأوراق والمحاضر الرسمية. هناك تورط كبير للطبقة السياسية المحلية والمركزية في داخل مدينة الموصل. هناك أشخاص من خارج محافظات استلموا في مدينة الموصل خارج الضوابط والتعليمات، كل ذلك بأوراق مصورة. وهناك بعض الجهات التي تعمل اليوم من أجل كشف تلك العصابات. لحد الآن ثلاث أو أربع عصابات اكتشفت في بلدية الموصل، محافظة نينوى، وفي التسجيل العقاري، والأمور ما زالت تكشف لحد الآن أمام الشارع الموصلي. شكرا لك أستاذ زياد السنجري الإعلامي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.